السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض سلسلة الاكس راي بوزيشنز للور اكستريميتي، وكنا اتكلمنا عن الفوت اكس راي وكل البوزيشنز بتوعها وايه الاوضاع الروتينية بتاعتها والاوضاع السبيشال بتاعتها اللي بنشوفها كل فين وفين، وطبعا الروتين ده بنحتاجه دايما. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وهناخد الجوينت اللي بعد كده اللي هو الانكل جوينت، وهنشوف كل الاوضاع اللي فيه، وهنشوف كل العظام كل العظام اللي بتظهر في كل عضو او كل بوزيشن. لكن بداية الاول هنتكلم عن نبذة تشريحية خفيفة كده عن الانكل جوينت والعظام الموجودة فيه وايه اهمها وايه المشاكل اللي ممكن تظهر والاوضاع والبوزيشنز المطلوبة لكل عظام دي لازم تظهر معايا في اي بوزيشن بالظبط. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الانكل جوينت هنلاقي ان في بيكون طبعا عبارة عن تمفصل التارسال بونز مع التيبيا والفيبولا. طبعا التيبيا زي ما حضراتكم شايفين بتبقى متصله بالني من فوق وبتتصل بالجوينت الانكل جوينت من تحت، وجنبها طبعا الفيبولا زي ما حضراتكم شايفين. في نهايه التيبيا من تحت ناحيه الميديال بيكون في بروسيس ده اسمه ميديال مالولاس، ناحيه اللاترال بيكون في بروسيس للفيبولا بيكون ده اسمه لاترال مالولاس زي ما حضراتكم شايفين في الاي بي او في الانكل اي بي، تمام. بيتمفصل فيهم من تحت في عظام الترسال بون اكبر عظمه بالنسبه بتكون ملتصقه في التيبيا والفيبولا، العظمه دي اسمها التيلس بون، تمام. دي العظام اللي انت لازم تشوفها او بتكون مهمه جدا انك تشوفها في الاي بي انكل. بعد كده هننتقل على اللاترال. بنيجي في اللاترال بنلاقي التيبيا والفيبولا فوق بعض مباشرة زي ما حضراتكم شايفين، ده في حالة اللاترال. فكل ما يكونوا تحت بعض او فوق بعض بشكل يعني نقدر نقول مثلا لما بنسنترهم فوق بعض بالظبط بنسمي البوزيشن ده اسمه ديد لاترال بالنسبة للليج عموما. التيبيا والفيبولا بيكونوا متعمدين على بعض او فوق بعض بشكل متوازي، فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى كأنهم عظمة واحدة. بيلتصق بيهم من تحت زي ما حضراتكم شايفين التيلس بون او دي اول عظمة فوق من عظام الترسال بونز. لما بيكون في طبعا مفصل ما بين التيبيا والفيبولا وما بين التيبيا والتيلس، الجوينت اللي ما بين التيبيا والتيلس ده اسمه تيبيو تيلر جوينت. تحت التيلس من تحت بيكون في عظام من عظام الترسلز بيكون اسمها النافيكولار، تحتها زي ما حضراتكم شايفين العظمه البارزه ناحيه الميديال دي بتكون اسمها الكابويد، وطبعا اكبر عظام الترسل بون واكبر عظام الانكل عموما هي عظمه الكالكانيوم اللي هو الكعب اللي بنقول عليه. طبعا عظام الترسل بون دلوقتي هنشوفها كلها بالتفصيل باذن الله، لكن عايزك تركز على اللاترال وتشوف ايه العظام اللي ظاهره فيه بشكل كويس جدا. هو طبعا النافيكولار بتكون ظاهره من عظام الترسل، واكبر حاجه طبعا بتكون مهمه هو الكعب اللي هو اسمه الكالكانيوس اللي هو ظاهر زي ما حضراتكم شايفين او الكالكانيوم بون. طبعا في عظام ميديال شويه اللي اسمها الكابويد بتاعه الترسل بون. هننتقل بعد كده لعظام الترسل بون اللي بيكون ظاهره معايا من خلال الفوت او من خلال الانكل اي بي لو معمول فيه حاجه اسمها اللي هو بلانتر فليكشن. عظام الترسل بون زي ما حضراتكم شايفين بيكون ظاهره في الاوبليك فيو بشكل كويس جدا، الاوبليك فيو بالنسبه للفوت، وبتكون ظاهره في الانكل لما بعمل بلانتر فليكشن اللي هو انا بسحب بيكون في وضع الاي بي انكل ولكن بسحب الفوت ناحيه بعيد عن الجسم فبيظهر لي الترسل بونز زي ما حضراتكم شايفين. لما اجي ابص على الترسل بون هلاقي ان كل ميتا ترسل تحتها ترسل بون، يعني هم كلهم عباره عن سبع عظام. لما اجي اخدهم طبعا من البيك تو او اللي هو الصباع الكبير تحته على طول بيكون في الميديال كيونيفورم، بقى جنبها على طول بيكون في الانترميديت كيونيفورم، جنبها من ناحيه الخارج اللي هو اسمها اللاترال كيونيفورم، اللي بعد العظام العظمه اللي بعد كده جنبها ناحيه اللاترال تماما اسمها الكابويد اللي هي اكبر عظمه في عظام الصف الاول مقاربه للميتاتارسال بونز.
طبعا هاجي تحت على بالنسبه للميديال كيونيفورم والانترميديت كيونيفورم، فوقهم على طول يعلوهم عظمه الميتاتارسال اللي بعدها اسمها النافيكولار. فوق النافيكولار دي بيكون عظمه التيلس اللي هي متمفصله مع التيبيا. في الاخير خالص اللي هو اسفل حاجه خالص اللي هو الكالكانياس اللي هو الكعب، زي ما حضراتكم شايفين هما بيكونوا 7 عظام. من هناخدهم بالترتيب تاني من ناحيه الصوابع لحد التيبيا. تحت الصباع الكبير بيكون في الميديال كونيفورم، جنبها الانترميديت اللي هي المتوسطه الكونيفورم المتوسطه، جنبها على طول ناحيه الخارج بيكون اللاترال كونيفورم، جنبها ناحيه الخارج تماما بيكون الكابويد. فوق الميديال كونيفورم والانترميديت كونيفورم عظمه النافيكولار، جنب عظمه النافيكولار فوق النافيكولار على طول بيكون عظمه التيلس، تحت خالص بقى مباشره بيكون الكالكانيوس بون. وزي ما حضراتكم شايفين عظام التيلس بتكون متمفصله مع التيبيا والفيبولا لاعلى. وكده الحمد لله نكون خدنا نبذه تشريحيه عن الانكل والترسل بونز، وشوفنا كل العظام اللي موجوده فيه، وان شاء الله هننتقل بينا مع بعض على الاكس راي بوزيشنز فور انكل جوينت. يلا بينا. بالنسبه للانكل جوينت في 3 بوزيشنز اساسيين روتينيين بيتم طلبهم بشكل كبير جدا، وهو الاي بي واللاترال والمورتس، وهنشوف كل بوزيشن بالتفصيل ان شاء الله مع بعض. في بقى بيكون في سبيشال تاني بوزيشنز انا بحتاجهم في حاله لما بيكون في مشكله مثلا في الكالكينيس ولا حاجه، بعمل اللاترال كالكينيس وبعمل الاكزيال كالكينيس عشان خاطر لو في اي مشكله. وطبعا اغلب المشاكل اللي بتقابلني في الكالكينيس لما بيكون في عيان بيسموه فول فروم هايت او اف اف اتش، اللي هو فول فروم هايت اللي هو ساقط من مكان عالي فبينزل واقف على رجله فبيحصل طبعا كالكينيال فراكشر. تمام. اول بوزيشن معانا النهارده اللي هو او دلوقتي اللي هو الاي بي، زي ما حضراتكم شايفين بيكون رجل العيان واقفه بشكل طبيعي معدوله، بعمل دورس فليكجن اللي هو بسحب مشط القدم ناحيه فوق. السنتر راي بتاعي بيكون في منتصف الجوينت ما بين الميديال مالولاس واللاترال مالولاس، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده انا كده بشوف الاكس راي بالنسبه للاي بي فيو للانكل جوينت. وتعالوا يلا بينا مع بعض نشوف صوره توضيحيه للاكس راي. دي صوره طبعا الاكس راي بتاعتي، ظاهر فيها الفيبولا ناحيه الخارج والتيبيا ناحيه الداخل، وهي العظمه الكبيره اللي هي التيبيا، ودي عظمه اساسيه جدا. العظمه التيبيا بيكون فيها البروسس اللي قلنا عليه اللي هو الميديال مالولاس، الفيبولا من الخارج فيها اللاترال مالولاس. العظمه المتمفصله معاهم اللي هي اسمها التيلس بون، دي اول عظام الترسل اللي موجوده او متمفصله مع التيبيا والفيبولا. بيكون في طبعا مفصل صغير جدا ما بين التيبيا وما بين الفيبولا اسمه تيبيو فيبولار جوينت، ده بيكون عباره عن اربطه، باكتر ما يميز المفصل ده الاربطه الكتير جدا اللي بتربط العظمتين دول ببعضهم. بننتقل طبعا للبوزيشن اللي بعد كده وهو اللاترال. احنا طبعا خدنا الاي بي وهناخد اللاترال معانا. اللاترال بيكون بنيم رجل العيان على جنبها ناحيه الخارجيه بنيمها عليها. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، وبالتالي بيخلي عظمتين الليج بيكونوا فوق بعض مباشرة. بخلي الجوينت ده متمفصل مع الكاسيت، حرف البلانتر من تحت، الكورتكس بتاع البلانتر من تحت بيكون فوق حافة الكاسيت مباشرة زي ما حضراتكم شايفين. السنتر راي بتاعي بيكون فوق الميديال مالولاس تماما، اللي هو بيكون في منتصف الجوينت مباشرة عشان خاطر العظام كلها تظهر معايا بشكل كويس، ما يبقاش في منطقة سوفت ومنطقة هارد، عشان خاطر المنطقة دي بيكون كثافتها عالية بسبب كثرة العظام اللي موجودة فيها. فبالتالي لازم اسنتر السنتر راي بتاعي في منتصف الجوينت مباشرة بحيث كل العظام تظهر بشكل كويس جدا. وده طبعا صورة توضيحية اللي هو الاكس راي فيو بالنسبة للاترال بوزيشن. زي ما حضراتكم شايفين بتكون عظام التيبيا والفيبولا فوق بعض مباشرة، الكالكانياس بيكون ظاهر معايا بشكل كويس، التيلس بتكون ظاهرة معايا بشكل كويس، وعظمة النافيكولار والكابويد بتكون ظاهرة بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين.
وبكده الحمد لله نكون انتهينا من فحص الانكل جوينت وشوفنا الاوضاع الروتينيه بتاعته سواء الاي بي واللاترال. ان شاء الله هيكون لينا فيديو قادم باذن الله نستكمل فيه السبيشال بوزيشنز بالنسبه للانكل جوينت، ونشوف الاوضاع الثانيه اللي اتكلمنا عنها اللي هي المورس واوضاع الكالكانياس سواء اللاترال والاكزيال بتوعهم. ان شاء الله هنستكمل ده في فيديو قادم باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك على القناة لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمة. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.